مساء الخير واهلا بحضراتكم وحلقه جديده من حلقات دوز بنزين. حلقه النهارده عندنا فيها حاجات كتير ان شاء الله تعجب حضراتكم وعندنا اخبار لاول مره ولقاءات حصريه لاول مره حضراتكم هتشوفوها ولقاءات ما تمتش على مستوى الشرق الاوسط غير عندنا هنا في دوز بنزين على شاشه النهار. في البدايه قلوبنا مع اخواتنا واهالينا بفلسطين. وقلوبنا معاهم وهتفضل قلوبنا معاهم وهنفضل ورا القضيه الفلسطينيه لحد ما ربنا يكرمهم ان شاء الله وينصرهم باذن الله يمكن موضوع اتكلمت فيه ويمكن اليومين اللي فاتوا سافرنا لكذا مكان وكنا موجودين في اماكن كتير عشان نغطي احداث بتحصل ودايما كل ما بسافر كل ما بشوف قوه الشعب المصري هتقولي بقى انت اصلك قاعد تقول بقى كلام في البرنامج وقاعد تتكلم بس هو ده الحقيقي التاثير اللي حاصل من المصريين قوي جدا على السوشيال ميديا واكتر ناس من وجهه نظري حاسين باخواتهم قوي مع كل الاحترام طبعا لكل الناس في كل مكان بس انا حاسس ان المصريين قوي قوي باين باين ان انزل اي مكان النهارده اقف في اي شارع، اقعد على اي قهوه. هتلاقي ده الموضوع الاساسي اللي الناس بتتكلم فيه. ومش بس بيتكلم، بيحاول يساعد، وبيحاول يفكر يعمل ايه. واصلا هو نفسيا مش مرتاح لانه عايز يعمل اي حاجه ويساعد اخواته، فده ماثر عليه نفسيا، ودي نقطه مهمه عايز حضراتكم تاخدوا بالكم منها جدا من ضمن النقط اللي بيحاربنا بيها عدونا انه يبوظ نفسيتنا فاللي كان ناجح في حاجه ممكن ما ينجحش اللي كان مبدع في شيء ممكن ما يبقاش لانه خلاص الحاله النفسيه المسيطره عليه مش عارف يشتغل غصب عنه كلنا عندنا الحاله اللي احنا موجودين فيها دلوقتي انك مش قادر تقدر تعمل اي حاجه وفي اخواتنا والاطفال اللي ملهاش ذنب في اي حاجه والناس اللي قاعده في بيوتها مش قادر بس فارق معايا جدا انك تكون مهتم وبننقل الصوره على قد ما نقدر في كل واحد في مجاله وفي الجزء اللي هو بيشتغل فيه وما تاثرش في شغلك عشان ما تديش فرصه لعدونا انه يفرح ان احنا قصرنا في حاجه في شغلنا مهندس الدكتور كله في كل المجالات مهم جدا ان احنا نحافظ على المكانه اللي ربنا وصلنا ليها وتحافظ على شغلك ومكانتك وفي نفس الوقت تهتم باخواتنا واهالينا وننقل صورتنا وصوتك يفضل قوي والصوره اللي انت بتنقلها بالصوره الصح تفضل موجوده يمكن الظروف ما كانتش مترتبة بهذا الشكل بس من أكتر الحاجات اللي يمكن اديتني شوية طاقة إيجابية الفترة اللي فاتت دعم المصريين للمنتج المحلي يا يا على الموضوع ده انتوا مش فاهمين أنا بقالي سنين يا جماعة محتاجين ندعم الصناعة بتاعتنا في كل المجالات ما على العربيات دلوقتي في كل المجالات النهارده لما افتح السوشيال ميديا ولاقي الناس بتنزل تدور على المنتجات الغذائيه في السوبر ماركت المصريه ويطلع يقول لك انا جربته وعجبتني لان احنا فعلا عندنا منتجات والله رائعه بصوا انتوا عارفين يعني هو الظروف لا تسمح ان اقعد اقول لك انا بنعمل ايه وبناكل ايه بس انا من الناس اللي بتحب الاكل فدايما بدور على انواع كتير جدا وانا مرتبط بكذا نوع من انواع الشوكولاتات المصريه اللي ممكن لو قلت لك اسمها تقول لي انت بتجيب الشوكولاته دي منين ودايما بهتم والله العظيم ان يمكن اللي متابع عندي على السوشيال ميديا عارف ان انا مسافر في حتت كتير هيلاقي مصور نوع من انواع الشوكولاته خلي بالك ما بعملهاش دعايه ولا ليا صله بيها ولا اعرف اصلا هي موجوده فين دلوقتي كدعايه للشركه دي ما اعرفهمش بس انا بحب المنتج ده ودايما بهتم اني لما بسافر وابقى موجود في سباق وادي السواقين صحابنا اقول له دوق دي شوكولاته مصرية هتعجبك شوكولاته جواها بسكوت كده مشهوره جدا ناس كتير عارفاها انا بحب الشوكولاته دي جدا حضرتها من ايام ما كانت ب 50 قرش النهارده غليت شويه بصراحه بس ما زالت في فرق بينها وبين سعر المنتج المستورد طب هو المنتج كان حلو اه هو المنتج طعمه حلو بجد طعمه حلو ومظبوط والشوكولاته فيه مظبوطه و هتقول لي انت جاي تكلمني اقول لك اه ده حاجه من ضمن حاجات كتير قوي على الرغم ان المنتج اللي زيه بثلاث اضعاف ثمنه وطعمه مش زي ده بس هو صارف بقى على ايه صارف على الباكينج بتاعه التغليف دعايه العلبه اللي بتحط مش عارف ايه التحالفات اللي بيعملها مع اي شيء لكن المنتج ده معتمد على سمعته زمان الجيل اللي زي كان عارفه لما كان بيعمل مسابقات في الصيف في اسكندرية ولا في العجمي ويعمل مسابقة للعجل ولا العربيات اللي برموك كنترول الارسي كده في الاخر احنا عندنا منتجات كتير كويسة جدا واكتر حاجة عجباني ان الناس بتساعد ان المنتجات دي تتطور ارجو من حضراتكم خليكم واقفين جنب الصناعة المصرية ما تستقلش بالصناعة المصرية الصناعة المصرية قوية جدا وعندنا منتجات وصلت للعالمية خليني أحاول مثال جوه دايرتنا واحدة من الشركات المصرية هي شركة كابسي شركة مصرية 100% مصنع في بورسعيد بيصنع بويات بتستخدم في حاجات كتير قوي من ضمنها العربيات بيستخدم بقى للدهانات المباني عنده كذا حاجه في جزء العربيات هو بيصنع البويه ومواد اللي تحت البويه سواء بقى البطانات الورنيق بيصنع كل الكلام ده كله والمنتج ده بيصدر للعالم كله بنفس العلبه اللي مكتوب عليها الصنعه في مصر ولو خدت العلبه اللي هتشتريها من اي حته في الحرفيين هنا في مصر هتلاقي هي اللي موجوده في اوروبا، هي اللي موجوده في امريكا، هي اللي موجوده في الهند، هي اللي موجوده في المانيا، هي اللي موجوده في الصين. هي اللي موجوده في ايطاليا، هي اللي موجوده في المعارض زي سيما شو دلوقتي حالا في امريكا في لاس فيجاس. انت متخيل؟ هي هي نفس العلبه. يعني مش بيعمل لاين للتصدير ولاين للمحلي، لا، هو هو. ده منتج مصري. لما تسال على المنتج ده في السوق اخباره ايه تلاقي ان كل الورش يقولك اه كل مراكز الخدمه يقولك ايوه قدر انه يكون المنتج ده موجود في مراكز خدمه معتمده في اوروبا خلي بالك عشان يخش منتج بيصنع مواد كيميائيه كيميائيه خلي بالك وهو هداك بيهتم بالبيئه والانبعاثات والكلام ده تتفاهم طبعا فعشان توصل بالمعايير دي نفس المنتج اللي محطوط في العلبه هو اللي موجود عندك هنا فانت كده بتصنع حاجه مظبوطه جدا فده منتج مصري نقول له برافو وندي له الدعم ونساعده ونشتريه عشان يكبر لانه بيتصدر ويدخل عمله لبلدنا واسم انا انا كان بالنسبه لي انت شفته معايا في كذا حلقه وانا واقف كده بقول لك صنع في مصر دي بالنسبه لي طعم كبير وطعم مختلف وانت واقف في اي حته في العالم فرحان وفخور لما تبقى واقف في جناح منتج مصري وسط كل المنتجات العالميه وانا اصل الحته دي عندي من زمان عندي كده حب وحلم ان الاقي المنتج المصري موجود في كل حته في الدنيا فرحان وببقى فخور انت عارف لو انا عندي شك ان احنا ما نقدرش نعمل ده اقول والله امكانياتنا او احنا خلاص هتسكت لكن انت عارف انك قادر وعارف انك قوي وعارف انك وصلت وعملت زي منتجات كتير بس انا اقول لك في تخصصنا اهو كبسي شركه مصريه 100% في بورسعيد ما بقولكش بعيد عدي يتفرج على المصنع وكان عندنا جوله في المصنع ويمكن حضراتكم وانا بتكلم تتفرجوا على شويه صور من جولتنا جوه المصنع بص ده المصنع اللي شايفه دلوقتي ده في بورسعيد ده مصنع مصري 100% بيصدر للعالم كله ونفس المنتج اللي بيطلع من المصنع ده للسوق المحلي هو هو اللي بيتوزع في العالم كله زي كابسي في شركات كتير ممكن في مجالات تانية مش مجالي فما دخلتش بس خلينا ندور وندعمه برضه. أنا هدعم كل الصناعات المصرية وما عنديش أي مانع نزور المصانع نتكلم عليها أنا شايف إن ده دورنا دلوقتي إن المنتج بتاعنا ياخد الشكل القوي وسط السوق بتاعنا الأول. خلي بالك لما أنت في سوقك هتدعم المنتج ده هيبقى عنده فرصة لأن الراجل دلوقتي اللي بيجي يشتري المنتج ده من بره يجي يقول له طب والله إيه؟ لما اخش عامل كده ايه؟ أبسط حاجة سيرش يكتب كده اسم المنتج ويشوفه على السوشيال ميديا عامل ايه؟ أبسط حاجة. فلما يلاقي صور المنتج موجودة زي مثلا المنتجات بتاعة المياه الغازية اللي اليومين اللي فاتوا طلعنا شفنا حاجات كتير كانت موجودة زمان طعمها حلو، آه مثلا ناقصها شوية حاجات، شوية دعاية، شوية تغليف بشكل ما. كل ده مش مشكلة. ما هو ما كانش برضه بيبيع أرقام كبيرة كان هيعمل ايه؟ النهارده شايف ان المصريين كلهم واقفين ورا المنتج بتاعه وحط في الاعتبار كمان نقطه مهمه ان الحكومه المصريه فارق معاها المنتج جدا وعايزه تساعد المصنع المصري انه يشتغل واهتمام رئيس الجمهوريه بهذا المجال من اول يوم فارجو ان احنا كلنا نبقى واقفين ورا المصنع المصري والمنتج المصري صدقوني هتفرق كتير جدا ودعمنا للمنتج بتاعنا هيودي الصناعة في حتة تانية بس اديها فرصة جرب ولما الناس جربت عجبها وفرت فلوس دعمت منتج كويس مصري ووارد ان انا او انت او اخوك او اخويا او اختي او 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 يكون بيشتغل في المصنع ده النهاردة لما نتفرج على السوشيال ميديا ان كل الشركات او اغلبية الشركات المصرية بدأ يطلب موظفين زيادة لانه بدا يبقى خط انتاجه اكبر ما هي فرصه كويسه ليا وليك ان احنا نشتغل انا متفائل ويمكن دايما ربنا بيبعت لنا اسباب يمكن الازمه اللي موجوده حاليا سبب ان احنا نركز على المنتج بتاعنا ونهتم بيه ونحافظ على بلدنا ارجوكم يا جماعه خلي بالكم من بلدكم اللي هي بلدنا ارجوكم خلي بالكم والناس اللي في النص ودايما على السوشيال ميديا بالذات انتوا شفتوا تاثير السوشيال ميديا عامل ازاي خليك دايما فرحان وفخور ببلدك وبمنتجاتها دايما انقل الصوره الحلوه خلينا نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل عندنا حاجه هتشوفوها لاول مره على الشاشات ان شاء الله بعد الفاصل رجعنا حضراتكم بعد الفاصل وزي ما قلت لكم احنا سافرنا على اسبانيا وايه قصه اللي احنا عملناه في فيلم موجود في السينما دلوقتي في العالم كله اسمه جراند توريزمو ما بنعملوش دعايه يعني فيلم موجود في العالم كله الفيلم ده بيحكي قصه حقيقيه لواحد كان بيلعب على الجيم لعبه اسمها جراند توريزمو لعبه مشهوره جدا العربيات وفجاه طلع من اللعبه دي تحول الى سائق حقيقي في فريق نيسان 2015 كنت انا موجود في سيلفرستون واحده من اهم حلبات السباقات في العالم في انجلترا عشان اكون بمرن فريق شمال افريقيا فريق شمال افريقيا كان مكون من مصر والمغرب والجزائر وتونس وكانت الفكره ان من الفريق ده يطلع مجموعه من الابطال العرب يخشوا في هذا البرنامج التدريبي اللي هيختاروا منه من كل العالم سائق ينضم للفريق لمده سنه فبدانا الاول نعمل تصفيات الفكره كانت عباره عن انه ازاي يلعب علي اللعبه دي انه يتحول من واحد بيلعب بلاي ستيشن الى سائق حقيقي طب هل هو في صله بين الاثنين حضرتك هو الى حد ما نظام المحاكاه او السيميليتر اللي بقى موجود دلوقتي قريب جدا لدرجه ان اغلبيه الوقت احنا بنتمرن على السيميليتر قبل السباقات وجزء كبير جدا منك تذاكر التراك اللي انت هتسابق عليه هو السيميليتر فكان الكلام ده في الوقت ده بالنسبه لي حلم انا موجود مع فريق كبير جدا وبمرن كمان مش بس بسابق ده انا بمرن فريق شمال افريقيا اخترنا بعد التصفيات في مصر مجموعه من الشباب اللي فازت مغرب الجزائر تونس وطلعنا اول سنه على سيلفر ستون المعسكر المغلق جوه المكان العظيم ده وكل يوم تدريبات مختلفه وبتشارك مع كل العالم عندك فريق اوروبا، فريق انجلترا، فريق امريكا الجنوبيه، امريكا الشماليه، استراليا، الصين، اليابان، مكسيك، آه، تايلاند فرق من انت معاك سواقين من كل الدنيا وكل سائق بيمرن مجموعه من السائقين والمنافسه بتتم بينهم كلهم. فضلنا في هذا البروجرام أول سنة ما كانش حظنا كويس، تاني سنة قربنا شوية لإن إحنا يكون عندنا سواق يفوز لحد ما وصلنا لتالت سنة كنا موجودين على منصة التتويج رابع سنة وبعد كده لقوا إنه بيصرفوا رقم كبير جدا على البروجرام ده فوقفوا فيه تاني شوية وبدأت التحولات اللي بتتم في صناعة سيارات على قصة تانية، لكن أربع سنين من حلم لواحد بيحب العربيات والسباقات في لحظه بيتحول لسواق حقيقي في فتره مش بعيده. فلما فكروا انهم يعملوا الفيلم ونيسان قررت لان نيسان كانت هي الشركه الاساسيه او شركه العربيات الاساسيه اللي بت بتسبورت البروجرام ده على عربياتها وفريقها يعني اللي بيكسب بيتضم للفريق بتاعها. فلما بداوا يصوروا الفيلم وبدا الفيلم يتذاع أو تحديداً العرض الخاص فطبعاً يعني كرم ربنا وفضله علي أن أنا كنت موجود في البروجرام ده أربع سنين فجيتي أكاديمي دي بالنسبة لي حاجة من الحاجات اللي غيرت حياتي ودايماً بقول أن جيتي أكاديمي مع نيسان كانت من الحاجات اللي علمتني كتير مش بس أنا كنت رايح عشان أسابق وأكون أو أن أنا أكون بمرن فريق شمال أفريقيا لا ده أنا اتعلمت كتير فيها فلما رحنا ويمكن حضراتكم شايفينه معايا ده البطل الحقيقي للفيلم وده الشخصيه اللي عملوا عليها الفيلم نفسه لون واحد من السواقين اللي كسب اول سنه في جي تي اكاديمي واللي اتبنت عليه القصه ويمكن حظي ان احنا كنا مع بعض في نفس البروجرام كذا سنه موجودين مع بعض وابتدى الفيلم يد اه رحنا العرض الخاص كنا موجودين في اه اه اسبانيا في برشلونه وعملنا لقاء مع مخرج الفيلم واحد من المخرجين ده ده تحديدا اللي شايفينه ده يوم العرض الخاص وبصراحه الواحد كان فرحان انه موجود باسم مصر في عرض خاص آه عالمي لفيلم عالمي في العالم كله بيتزاع في العالم كله واحنا موجودين وده المخرج وده البطل الحقيقي للفيلم ومن كل العالم ونجوم من كل حتة في الدنيا جايين يحضروا يشوفوا فيلم عربيات خلي بالكم مش بس فيلم عادي ده فيلم عربيات ال يعني دايما بقول توفيق ربنا كبير علي والحمد لله يعني احنا بفضل ونعمة كبيرة وربنا الواحد ما كانش يحلم بربع أي حاجة كان موجود فيها دلوقتي أه لما حضرنا العرض الخاص كان عندنا فرصة إن احنا كمان يبقى عندي لقاء مع مخرج الفيلم والشخصية الحقيقية اللي اترسم عليها الفيلم أنا ليه اهتميت بالموضوع ده أنا وحضراتكم كمان تشوفوا ده معايا لأن ده يوريك أن الحلم لو عندك ابن بيلعب جيمنج وشاطر في لعبة معينة ممكن يبقى بطل في يوم من الأيام وهو ده اللي حصل في لعبة زي جران توريزمو اتحولت من واحد بيلعب بلاي ستيشن لسواق بيسابق في بطولة العالم وده اللي يمكن الفيلم نقل الصورة بتاعته ونقل قد إيه إن الرياضة ليها شكل مختلف وليها طابع مختلف اليوم اللي بعده كمان كان عندنا تجربة مختلفة إنهم نقلوا آه لكل الناس اللي كانت موجودة ركبوا معانا عربيات السباق الحقيقية وبدأنا نسوق وننقل الصورة آه كأن بنصور الجزء من فيلم جران توريزمو أو نعمل نظام آه آه المحاكاة للسواق آه الحقيقية بس فعلا المره دي مش على سيميليتر على العربيات بتاعه الفيلم الحقيقي فخلينا نطلع نطير على اسبانيا وتحديدا في برشلونه نتفرج على العرض الخاص ايه اللي حصل فيه واللقاءات اللي حضراتكم مش هتشوفوها في اي مكان حصريا موجوده عندنا على شاشه النهار مع مخرج الفيلم والبطل الحقيقي للفيلم استناكم بعد first, congratulations about amazing movie. thanks, man. Uh, i love every frame in this movie because i'm a one of the gt academy. i'm oh. working in gt academy three years in north oh, africa crazy. team. okay. so i'm feeling every moment in this movie. cool. yeah. yeah. it's not easy to feel uh, every second it happened in gt academy. Yeah. in the cinema. yeah. it's not easy. but you're doing that in this movie. how you do it that? I think you're the first person I've spoken to besides Jan, who's gone through GT Academy. I've never met anyone else who's done it. Um, but I, I, you know, I tried to. I, I looked, I looked at the show because, and I, I love the way that it was a marketing thing for Nissan as well. So there's a lot of photography. There's, a, it's a real show. Hmm. So there's a lot of stuff we could pull from to inject into the movie. And so I, I spoke to Jan, and I looked at the show, and then I spoke to my production designer, and we both we just sort of came up with what you see in the movie. It was my best guess as to what GT Academy felt like. in one day GT Academy doing a great things because he dreaming for going from gaming yeah. to real race. Yeah. I'm feel every every every, se every second in this movie. I'm feeling that when you see the driver Jan, he, he in the home and your father, yeah, he watching, and he saying you must be driving like that. This is a good shot. Yeah. I love it. And yeah, using yeah. this shot, this is a, this is the movies will do it to feeling right something. Uh, it's, it's easy to to, to, to do this uh, moment in in film. To people learn how to motorsport is very important. Yeah. Well, I I don't you know the, the guys that are racing sim racing and then driving real cars. You know, it's 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 a difficult concept to explain that to the audience who doesn't know hmm. what sim racing is. It's very hard. Yeah. And so we tried to think of ways that we could show the audience how good these simulations actually are and how it can translate to driving in real life and also what is different about real life you know like a lot of what yan was saying was the physicality of the car like if you if you use gran turismo there's no g forces yes. and you there's no weight or you're not being thrown around inside the vehicle and he said that he had to get used to that he had to learn how to adapt his knowledge with this other physical thing so it that helped me kind of inform how to structure the scenes but I mean, you know, you. Hopefully, I got it right. But it's like you, you, you just try your best. So. You're doing great. Yeah, thank you. Yeah, really. In in Middle East, you know, the motorsport is grow up now. Yeah. In our country in Egypt, it's a lot of people love GT Academy from day one. And yeah. Gran Turismo, and now this movie, I think will, go into parents to see how's it important to see your children if you love the gaming with cars like that. Yeah. Maybe will be champion. In, yeah, in the, yeah, yeah. Yeah, I mean, it feels like the world really is, the world is really changing, where, where this idea of video games is moving from, you know, like Sega Genesis or something to now it can be a career. It can be, it, it's so much part of our, our culture and the world that we live in now that you can make an income and live mm. and, and be someone who plays games. I mean, it's, it's, I, I think it's a very cool development. Like this movie, but in the electric race. <laughs> you, you mean like uh, formula e or maybe formula e maybe a lot of races now we're going to electric i mean i you know personally i, I love electric vehicles okay. like I, I have a tesla plaid okay. and I, I, uh, I there's some part of electric cars that is insanely cool and then when you get back into an internal combustion engine car with you know a really nice naturally aspirated engine, yeah. it's like it's also pretty awesome. Yeah, yeah. But uh, I, I, would, I would love to make uh, something like Gran Turismo, but with electric cars. I think it's a cool idea, and it's also the future as well. Congratulations! I'm really happy to see this movie last night, and uh, cool. really. Uh, I will see a lot of times, maybe not one time, uh -huh. maybe a lot of times because I love every moment in this movie. Congratulations, thanks, man. And, uh, that makes me we, happy. We hope to see a lot of movies like that because I'm one of the I love motorsport. Yeah, no, thank you so much. Thank you. So, where, where did you do GT Academy in Egypt? We have a North Africa team. Yeah. Um, an instructor North Africa team three years. Where in Cairo? No, in uh, Silverstone. Oh, okay. Yeah, I'm taking But isn't, it for, isn't that just normal GT Academy? GT Academy is going for all the world. Yeah. After Johnny won, yeah. uh, we have uh, three or four seasons. Uh, three seasons, I'm an instructor and the uh, North Africa team. Shit. Okay. Yeah. Well, that's so cool. Yeah, yeah. yeah I yeah. love that. So, uh, thank you very much. Yeah, no, thank you. Really, uh, I'm I'm enjoyed and I'm enjoying really the film because I remember every second in the movie. Yeah, and the GT Academy moments. Yeah. I I remember a lot of things. <laughs> That's awesome. That's good, man. Congratulations for a movie. Really, Thank you. really, I love it and I'm feeling I remember every day in GT Academy and I remember a lot of moments. Maybe sometimes. This is your dream to see, to see this movie now. Uh, I never dreamt of this, of the movie, ah. um, only racing cars. I feel very lucky and blessed that uh, there's a movie based on um, on my life, yeah. a, a period of my oh. life, because uh, a lot has happened, and uh, to spread the message of you can achieve anything in life, you uh, you set your mind to. I believe many people have talents that uh, and dreams that are somehow. Sometimes they ignore because of life, um, and I hope them, I hope when people watch the movie, they'll they say, "No, okay, I want to do this now." Nah. Because for me, I wanted to be a racing driver. Of, of course, the dream was racing driver, but there's many things you have to do to to get to here. But you can do it. Anything it is. I think we have a lot of messages in this movie. Maybe an important message for me, because I'm feeling everything in this movie, for parents to see if you have a a good talent in your child, maybe you will be a champion like you. Yeah, it's, I'm not a parent, yeah. but I can, I'd would like be. to be. Would I would, be. I would like to be. It's, it's really, you know, part of my vision. But I can sympathise with my parents, but also other parents, mm. um, where their child is spending time on a, on a video game or a simulator or a racing game. I understand. Um, but there needs to be a conversation had with your child. What do you want to do with your life? Mm. What do you want to do? Because it's important. We have to... It's not enough in the UK. We don't say enough. What do you want to do? For me, my dad was very inspirational for me because he said to me from a young age, you should do something with your life, which brings you passion that you're passionate about, but also is you'll feel purposeful mm -hmm. doing. My dad was playing football um, in an era where money wasn't really big in football in the 1980s. Yeah. He did it for love. Um, so I understood this from a young age and racing cars was my thing. Um, for other people, the, conversa the conversation needs to be had with Children. If you want to make a career in the game industry, it's fantastic moment right now in in the game industry because it's so big. If you want to be a live streamer, an influencer, a YouTuber, it's there's so many options you can take now. But you have to be sure with that. You have to really ask yourself: Do I want to do that? Okay. Is it my dream? Um, yeah. Moment in this movie, touch your heart. Uh, my favorite part is the first forty minutes. Okay. Because it explains the the process where I was in life, um, living in Cardiff, the family, how I found GT Academy, how I qualified, and then won the academy, and then I did the racing. It explains it very well. Because for twelve years, I've always, when people ask me, hmm. "So how did you get into racing?" Then I start talking. I can see from their face they don't understand. Hmm. Because it's so hard to conceptualize this, but the movie does it perfectly because they show it how I did it and how I got into racing. So that's that's why it's my favorite part and it touches me because um, it explains the dynamic very well. You think this movie will be changing of the motorsport community? Difficult to say. However, I hope it inspires other big private money or big companies to launch similar style competitions like GT Academy because now there's nothing mm. there's no competition out there today or in the past 5 years that's can that's hosted on a PlayStation on a racing game with a chance to becoming a racing driver it doesn't exist mm -hmm. i'm proof that it works and i hope I'm People see the movie. People start asking questions. How do I? How can? Why isn't this a thing? Why can't there be more competitions like this? Because I reached i I'm still racing. I'm reaching the second, one, well, a level. I've driven everything bar Formula One, pretty much. And um, so it works. Why isn't there more competition? So I hope it 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 enables more people to enter the sport or take an interest in the sport. Sure. I need to go. Yeah. I need to go. Thank you very much. Cheers, man. لسه مكملين مع حضراتكم ورجعوا كده بالحلقات اللي فاتت هتلاقوني كنت بتكلم على المصنع الصيني المصنع الصيني بيزيد بشكل كبير جدا في كل الأسواق مش بس عندنا وقلت لحضراتكم أن خلال نهاية السنة أو الكوارتر الأخير من السنة هتلاقوا بعض العلامات المختلفة اللي هتبدأ تظهر ومش بس علامات صينية لا علامات صينية بجودة مختلفة جي اي سي واحدة من العلامات اللي تم الكشف عنها خلال اليومين اللي فاتوا آه وبقالها كذا سنة موجودة في منطقة الخليج. عربية صينية لكن بمعايير مختلفة. كواليتي فينيشنج ديزاين فيها شوية تفاصيل تخليها تختلف شوية عن بقية العربيات اللي موجودة في هذه الفئة. اهتموا كمان بالمحركات اللي موجوده في العربيه ويمكن حظنا ان احنا اول عربيه من اه علامه جي اي سي احنا بنجربها واحنا في فتره التجربه دلوقتي بتاعتها وهيبقى عندنا مراجعه للعربيه لان العربيه لسه نازله السوق جديد واسئله كتير حضراتكم لنا اسئله كتير على العربيه دي خصوصا ان من مجرد ما بدات يتكلموا عليها على السوشيال ميديا بدات اه الناس تبقى عارفه العربيه دي موجوده فين بلاء دي في السعوديه عندهم كام عربيه موجوده أه واغلبيه العربيات كانت اس يو في لكن العربيه اللي موجوده حاليا في السوق المصري هي عربيه سيدان الوكيل بتاعها هو شركه أه عبد اللطيف جميل او تحديدا شركه جميل اوتو اللي هي عبد اللطيف جميل اللي كان وكيل فورد فاعتقد من مشوارهم اللي فات مع علامه فورد يبين لنا الفكر اللي جاي مع العلامه الجديده اللي هم بقوا الوكيل بتاعها في السوق المصري. الفتره الجايه هنجرب العربيه ونشوفها ونعرف بس دي واحده من العربيات اللي من وجهه نظري هتغير شويه شكل شريحه العربات السيدان في الفئه دي. خصوصا المحرك اللي موجود، التفاصيل العربيه، ديزاين، حاجات كتير مش عايز احرقها دلوقتي لما نجرب العربيه لكن تخليني ابقى متحمس ان انا أشوف المصنع الصيني رايح لإيه، لأن المصنع الصيني دلوقتي مش بيبيع عربية تجارية رخيصة. رخيصة سعرًا. عربيته ما بقتش رخيصة سعرًا حاليًا. هو بيبيع عربية النهاردة فيها أوبشنز فيها كواليتي فيها سيفتي عايز ينافس المصنع الياباني والكوري والأوروبي طبعًا، لأنه بدأ يخش ببعض العلامات إلى السوق الأوروبي. ده يخلينا نبقى حاطين في حسابنا ان الفتره دي وانا متوقع كمان مع الجزء الاول من السنه الجديده ان شاء الله هيبقى فيه مجموعه مختلفه ومتطوره من العربات الصينيه و مع الاسعار اللي موجوده ان شاء الله بحلم باذن الله ربنا قادر على كل شيء واحنا كمان قادرين بالصناعه بتاعتنا لو زادت زي ما قلت في اول الحلقه هنقدر نغير سعر الدولار وينزل هتفرق هترجع العربيات دي سعرها تاني الى حد ما مقبول شويه. حاليا الاسعار طبعا نتيجه احسب العربيه دي بكام؟ الدولار بكام؟ واحسب العربيه دي سعرها كام بالدولار؟ فهو بناء عليه ان بقت الشريحه اللي بنتكلم فيها في اسعار العربيات دلوقتي الى حد ما عاليه شويه. لكن هي دي بقت سعر العربيات دلوقتي. عندي يقين ان ان شاء الله ربنا باذن الله باذن الله واقف معانا وهيساعدنا وهنقدر ان شاء الله بالصناعات بتاعتنا لما تكبر وتزيد اكتر نقدر نغير شويه شكل الشريحه التسعيريه اللي موجوده في كل المنتجات عايز اروح لموضوع تاني وموضوع مهم جدا اتكلمنا فيه قبل كده مع حضراتكم السواف شبوره يمكن شفنا الاسبوع اللي فات حادث ماساوي وحادث صعب جدا ويمكن اه طبعا كل تعازينا لاهالي اللي توفوا في هذا الحادث ونتمنى الشفاء للمصابين وربنا يا رب يعوضهم ويصبرهم وما اتمناش اشوف حاجه زي كده تاني عندنا في شوارعنا في مصر خالص مش كده دايما بقول لحضراتكم خلي بالك التعامل مع الشبوره محتاج حذر كبير وفي نفس الوقت يمكن شفنا فيديوهات كتير على السوشيال ميديا للحادث صعبة ولما يبقى في شبورة جامدة قوي كده أنا عارف إحنا المصريين يا جماعة شعب طيب وشعب بيحب يخدم ويساعد لدرجة إنه ممكن يضر نفسه وهو مش واخد باله عشان يساعد زي اللي حصل في الحادثة دي شبورة عالية جداً والعربيات وقفت على الطريق. أنا عارف إن أنت في اللحظة دي ما بتبقاش بتفكر غير إنك عايز تساعد وتنقص، لو هتعرف تعمل ده اعمل ده بس في نفس الوقت أمن نفسك. أمن نفسك كويس قوي. خليني أقول لحضراتكم كام نقطة نحطها في الاعتبار لما تلاقي شبورة بهذا الشكل. في العوامل اللي الشبورة فيها بتبقى قوية أول قرار لازم تاخده إنك تشوف أقرب نقطة تطلع منها على الطريق وتركن العربيه في مكان امن صدقني مش هيفرق كتير لو وقفت واستنيت النص ساعه او الساعه الا ربع بتاعت الشبوره انها تنزل والطرق بتاعتنا الصحراويه كلها فيها اماكن استراحات فيها محطات وقود فيها كل الاماكن اللي تخليك تقدر تطلع برا الطريق وتركن في مكان امن يبقى اول نقطه <applause> لو انا بتحرك على طريق ومسافر لو انا مش عامل حسابي وعارف انا دايما بقول ايه لو انت مسافر حاول تهرب من فتره الشبوره دي وهيئه الارصاد عندنا بتدينا الابديتس لو دخلت على صفحتهم او احنا بنتابع مع حضراتكم كل اسبوع كده ايه اخبار حاله الطقس نقدر نعرف الجو اخباره ايه فلو انت مسافر وعندك سفريه او عندك بتستخدم طرق السفر اعرف ان الوقت بتاع الشبوره ده مش لازم تحرك فيه لو مضطر وتحركت والشبوره نزلت عليك في الوقت ده اول خطوه انا شايف انها افضل شيء انك تبدا تشوف اقرب مكان تطلع فيه من الطريق بصوره امنه يعني تطلع بالراحه كده وتبقى شايف كويس قوي وما تقفش على اليمين تقولش طب انا هركن على اليمين لا انا لازم اركن في مكان بره حرم الطريق تماما واركن في مكان امن عشان انا مش ضامن اللي جاي شايف المكان ده ولا لا السرعات على الشبوره لازم تبقى اقل من السرعات الطبيعيه فدايما تلاقي واحد بيجري على الطريق لا لما تلاقي شبوره عاليه انزل بالسرعه بتاعتك لاقل منها، لو سرعه الطريق 100 انزل ل 70 60 على قد ما تقدر لازم لو لقيت عربيه خلي المسافه بينك وبينها ضعف الطبيعي، يعني لو الطبيعي بنسيب عربيه او عربيه ونص يبقى ثلاث عربيات اربع عربيات. واامن شيء في الوقت الشبوره العاليه انك تستخدم الفوج الخلفي اللي بينور ورا اللي في ناس ما بتبقاش واخده بالها منه اللي بينور في التابلو لمبه صفرا فوج لمبه الفوج لايتس او فوانيس الشبوره الخلفيه والنقطه المهمه كمان يبقى انا شغلت الشبوره الخلفيه المسافه بتاعتي زياده اكتر من الطبيعي سرعتي اقل فتحت الازاز او شغلت التكييف عشان العربيه ما تشبرش من جوه استخدمت المساحات مع الميه عشان تقدر تنضف لي الازاز على طول استخدمت الحاره اللي في النص لا الشمال ولا اليمين استخدمت الحاره اللي في نص الطريق وعيني على العربيه اللي قدامي وما لزقش فيها سايب مسافه طويله شويه كل الخطوات دي على حد ما اقدر اطلع من حرم الطريق واشوف استراحه او محطه بنزين اركن فيها بطريقه امنه لحد ما الشبوره دي تتكسر احنا ما عندناش الشبوره اللي بتقعد اربع خمس ساعات نص ساعة ساعة إلا ربع ساعة بالكتير. فمش هتفرق كتير معلش في الوقت بتاعك في فترة زي دي بدل ما تعرض حياتك وحياة الناس اللي معاك مش مستاهلة. حتى لو عندي شغل خلاص هنزل متأخر شوية أو مع يعني على قد ما أقدر. لأن الموضوع بتاع السواف في الشبورة دي خطر جدا. الناس اللي بتلزق في بعضها اكبر خطوره لان لو مش هتلحق تتفادى لو لا قدر الله هو فرم الفجأة الناس اللي بتجري انت لازم سرعتك تبقى اقل بكتير عشان انت مش شايف ايه اللي انت داخل عليه وهو ده سبب من اسباب الحادثه يعني من ضمن اسباب الحوادث ان الناس بتبقى بتجري فجاه يلاقي في وشه حيطه فجاه يلاقي عربيه نقل لو سرعتك قليله هتلحق توقف العربيه عشان كده بقول انزل دايما بالسرعات اقل بكتير ستين مش هقولك اقف بس انزل بالسرعه 50 60 على الاقل تلحق لو لقيت حاجه في وشك مره تلحق تفرمل وعينك على قد ما تقدر تكشف الطريق ساعات كتير الشبوره بتضلم خالص يعني خلاص انت مش شايف قدامك هنا ده اخطر وقت وده اللي بطلب فيه انك تطلع من الطريق بطريقه سريعه بس تاخد بالك وانت خارج من الطريق كويس جدا كويس جدا وما تخرجش من الطريق في الحته المضلمه قوي مهم قوي تستعمل فوانيس الإشارة في بعض الأوقات للتنبيه مع إن أنا ببقى عايز أستعمل فانوس الإشارة للإشارة فعلا لو أنا هطلع من حرم الطريق أو الطريق وقف بس الحاجة الأساسية هي فوانيس الشبورة الخلفية وربنا يا رب يستر على كل الناس وخلي بالكم يا جماعة السواقة مش عضلات يعني ما تكبرش دايما بقول والصحراء علمتنا ولما بنسابق في الصحراء اتعلمنا انك ما تحاولش دايما تبقى تعاند الطبيعه. الدنيا مش شايف لازم اركن واطلع بره الطريق لحد ما اقدر اشوف واقدر اكمل سواقه، مش هينفع اسوق وانا مش شايف. حتى لو انت بطل العالم. وربنا يا رب يسترها على كل الناس يا رب وما نشوفش حاجه وحشه لحد ابدا. أه قبل ما انهي الحلقه بس حابب آه يعني يمكن اليومين اللي فاتوا آه فقدنا زميله عزيزه جدا 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 عليا شخصيا اشتغلنا مع بعض سنين طويله آه في قناه المحور واعلاميه جميله آه ربنا يرحمها يا رب هي ساره حسن زميلتنا آه توفت بعد صراع مع المرض سنتين مرض اللعين اللي ربنا يا رب يرحمها ويصبر اهلها ويصبر كل الناس اللي بيحبوها كانت تعبانه جدا فعلا ويمكن كانت من اطيب واجدع الشخصيات اللي ممكن حد يقابلها ويعني ما اقدرش اقول غير ان لله وانا اليه راجعون وربنا يا رب يرحمها ويصبر اهلها وتعزينا لاهل زميلتنا الأستاذة سارة حسن لكل الناس اللي بيحبوها وربنا يا رب يغفر لها ويعفو عنها يا رب آه احنا الوقت خلص ولا لسه معانا وقت ناخد حاجة كمان للأسف مش طيب كان عندنا حاجة كمان هخليها الحلقة اللي جاية هيبقى عندنا حاجه حضراتكم هتشوفوها ان شاء الله عربيه جديده تم الكشف عنها خليكم دايما متابعينا على الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك برنامج دوز بنزين مع تامر بشير دي الصفحه الرسميه بتاعتنا للبرنامج والاكاونت بتاعنا على الانستجرام تامر بشير وطبعا الاماكن الثانيه اللي هتلاقوا فيها الفقرات صفحه قناه النهار او اكونت قناه النهار على الانستجرام يا رب تكون حلقه النهارده عجبت حضراتكم خليكم دايما متابعينا واشوفكم الحلقه الجايه سلام عليكم